رجعنا سريعا، لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا هنا في صباح اون تايم، وبنستقبل ضيفنا النهارده محمود شاكر المحلل الرياضي اللي اكيد هنتكلم معاه في حاجات كتير جدا. وطبعا هيكون الكلام يعني من مباراه النادي الاهلي امبارح لمباراه نادي الزمالك النهارده. ولكن في الاول صباح الفل عليك. صباح الفل يا شيما، ازيك؟ سعيده بوجودك معانا كالعاده، انا سعيد اكتر. ودايما بيكون يعني وجودك ده بيضيف حاجه حلوه قوي للحلقه. الله يخليك. خلينا نتكلم عن مباراه امبارح كده سريعا، يعني مباراه النادي الاهلي للاسف خسرها في السوبر الافريقي قصاد اتحاد العاصمه الجزائري. شفنا النادي الاهلي امبارح يمكن كان مسيطر على يعني مجريات اللقاء من الاول لاخر، ولكن ما كانش في افضل حالاته، وده بحسب كمان يعني كلام او تصريحات المدير الفني لنادي الاهلي مارسيل كولر، اللي قال ان كان في احسن من كده، وان في بعض اللعيبه ما نفذوش اللي انا طلبته منهم، ولو ما عملوش كده او ما نفذوش اللي انا طلبته منهم في المباريات اللي جايه فاكيد هيكون مكانهم دكه البدلاء. طبعا النادي الاهلي امبارح خسر بطوله السوبر الافريقي في مفاجاه كانت كبيره جدا للكل، ولكن خلينا نتكلم بواقعيه وبصراحه شديده جدا يا شيما، ان النادي الاهلي امبارح كل حاجه كانت بترجح كفه النادي الاهلي وكل نقاط القوه بتاعه النادي الاهلي السنه اللي فاتت امبارح ما كانتش موجوده بفعاليه كبيره جدا. ده يمكن بسبب عوامل كتيره جدا، يمكن اهم عامل والسبب الابرز ليها هو ان كان في تفاوت بدني كبير جدا ما بين الشغل البدني اللي النادي الاهلي كان عاوز يعمله وما بين المجهود اللي حصل من لاعبي النادي الاهلي وما بين الطريقه بتاعه النادي الاهلي. كلنا عارفين ان النادي الاهلي نادي شرس، نادي عنيف جدا في الضغط بتاعه، نادي على طول بيحب ان هو يمسك الكوره ودايما جاب جون بيحب يزود الثاني والثالث، ففي شراسه هجوميه كبيره جدا دايما بتبقى موجوده عند النادي الاهلي. الشراسه الهجوميه دي بتتطلب ان انت دايما ضغط 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 عالي ومستحوذ على الكوره ودايما الكوره معاك، وعلى طول 90 دقيقه النادي الاهلي دايما بيبقى ضاغط. المشكله اللي كانت بتواجه النادي الاهلي امبارح ان الشغل البدني متاثر بشكل كبير جدا ببدايه الموسم، متاثر لان النادي الاهلي اول مره من 3 سنين ياخد اجازه سلبيه من فتره من 3 سنين كانت طويله. فده مش معناه ان المعسكر ما نجحش، لا، احنا النقطه اللي بنتكلم فيها ان انت عقبال ما تجيب الفورمه البدنيه بتاعتك عشان تطبق افكارك اللي ليها علاقه بالضغط العالي وبالشراسه وبالعنف وباسترجاع الكوره وكل الكلام، كمان مع اشراق عناصر جديده بالنسبه لنادي بالزبط. الاهلي، خصوصا طبعا ده كان بان لاول أكيد. مره في مباراه امبارح ده لسه كنت هكلمك عليه. فالشغل البدني كان متاثر بشكل كبير، فبالتالي النادي الاهلي ما قدرش على مدار 90 دقيقه يبقى بنفس القوه والشراسه اللي كان موجود عليها السنه اللي فاتت عشان احنا في بدايه الموسم. عنصر تاني كان مشكله كبيره جدا هي عنصر الانسجام. دخول واحد زي رضا سليم وامام عاشور، اللي بالمناسبه رضا سليم وامام عاشور امبارح يمكن ما قدموش المستويات الخرافيه اللي كانوا عليها مثلا في اواخر ايامهم في نادي الزمالك، او اذا كان رضا سليم مع الجيش الملكي المغربي، ولكن في الاول وفي الاخر هم قدموا شوط اول او في الدقائق اللي قدموها مع نادي الاهلي ما كانتش سيئه، بس انت تستنى منهم حاجه، لا هتستنى منهم كتير، بس مش من اول مباراه. ليه مش من اول مباراه؟ لسه اول حاجه امام عاشور بقى له 4 شهور ما لعبش، كان واضح جدا امام عاشور متاثر بدنيا بشكل كبير في اواخر الشوط الاولاني. مش هو ده امام عاشور اللي احنا شفناه وتابعناه في الدوري المصري الممتاز مع نادي الزمالك في الفترات اللي بس يا شيما، استمراريه اللعب وتاخد دقائق لعب كتير وان انت تقعد تلعب كتير فبالتالي هتجيب فورمتك، فهو بقى له 4 شهور وكان اصابه صعبه، بس في نفس الوقت بروميسنج. طبعا اللاعب موعود وواضح بشكل كبير ان هو هيفرق مع نادي الاهلي، واصرار مارسيل كولر على مشاركه امام عاشور طول المباراه امبارح لحد دقيقه 79 او 80 برغم ان امام عاشور اداؤه البدني تاثر بشكل كبير، واضح ان كده خلاص مارسيل كولر في دماغه ان امام عاشور يبقى بيلعب. رضا سليم قدم مباراه كويسه الى حد ما برده، بالمناسبه ان هو اول مباراه ليه مع النادي الاهلي واجواء برده جديده عليه، ولكن في الاول وفي الاخر النادي الاهلي ككل ما كانش بيقدم افضل مستوى. زي ما قلت لك حاجه ليها علاقه بالبدني، حاجة ليها علاقة بالانسجام، والحاجة التالتة يا شيما برضو قبل ما عارف انك عاوزة تقولي حاجة، الحاجة التالتة وهي المهمة جدا ان النادي الاهلي لازم يبقى فاهم كويس قوي ان اي فريق هيروح يلعب النادي الاهلي مش هيفوت له الجيم، مش هيسيب له الجيم، هيلعب معاه جيم صعب جدا. امبارح النادي الاهلي كان داخل المباراة من قبل المباراة وكل عامل في حسابه ان النادي الاهلي هيروح ياخد اللقب ويمشي، ان كان كل الكلام ان بنسبة 80-90% النادي الاهلي هيحصل على المباراة، ولكن ان انت بتلاعب فريق بطل واخد الكونفدراليه، لما يكون عندك تقصير في بعضا من الاشياء وبتلعب فريق بطل ممكن في وقت من الاوقات في الثلاث اربع كور اللي هيروح فيه وممكن يأذيك في واحده. امبارح عشان تبقى فاهم حاجه شيما،
اتحاد العاصمه ما عملش اي حاجه جديده طريقه لعب اي حد ما بيلعبش بيها النادي الاهلي. كل فرق شمال افريقيا بتيجي تلعب النادي الاهلي بتلعب تحت الكوره وبيعتمدوا على حاجتين، الكور الثابته اللي هم مميزين فيها جدا والمرتدات. امبارح النادي الاهلي اتحاد العاصمه طول المباراه كان بيعلق الكوره دايما، كور لعب الكوره العاليه واول الكوره السكند بول ما تنزل او الكوره الثانيه ما بتنزل اتحاد العاصمه دايما كان بيحصل عليها في ظل المساحات اللي كانت كبيره وموجوده جدا عند النادي الاهلي بسبب الضغط بتاع الثلاثه بتوع نص الملعب، فده اثر بشكل كبير على الشكل العام بتاع النادي الاهلي خصوصا في الارتدادات الدفاعيه. طيب خليني اسالك، برغم السلبيات اللي كانت موجوده في اللقاء امبارح ده، هل شفت اي ايجابيات خلال لقاء الاهلي واتحاد العاصمه امبارح؟ احنا بنتكلم امبارح اول مباراه في الموسم، المباراه ما كانتش كويسه للنادي الاهلي، ولكن برغم سوء المستوى في بعض اوقات المباراه ولكن يا شيما كان في بعض الايجابيات ليها علاقه بضغط النادي الاهلي، وده انا بقوله. الشوط الاولاني النادي الاهلي لما كان لسه بدنيا ماسك نفسه كان ممكن النادي الاهلي ان هو يقدر يعوض الهدف اللي دخل مرمى النادي الاهلي، وكان ممكن ان هو النادي الاهلي ممكن يتعادل. في معايا حالات ليها علاقه بضغط النادي الاهلي يا شيما، نشوف ازاي النادي الاهلي حوالي تقريبا في 3 او 4 دقائق ضغط 3 مرات على نادي اتحاد العاصمه وقدر ان هو يضغط على اتحاد العاصمه وغلطهم في الطلوع بالكوره، والنادي الاهلي خد الكوره وراح على 3 هجمات مرتدين ولكن النادي الاهلي ما استفادش منهم. وهي دي النقطه اللي بنتكلم فيها، ضروري جدا ومهم جدا استغلال النادي الاهلي للفرص اللي بتجيله. عاوز اقول لك دي مثلا كانت في الدقيقه 24 هنا نادي اتحاد العاصمه بيحاول يطلع بالكوره، ده الي جانج لاعب من نص الملعب بيحاول يضغط مع كهربا ورضا سليم وراه، وهتلاقي امام عاشور وكل اللعيبه بتاعت النادي الاهلي زق. هنا كهربا ضغط على الراجل غلطه، الفريم اللي بعده على طول الكره اتقطعت. هنا بقى القرار اللي بكلمك عليه، القرارات اللي كان ليها مشكله عند لاعبي النادي الاهلي امبارح لما كانوا بيقطعوا الكره، نكمل برده فريم واحنا بنتكلم. هنا الي ديانج قطع الكره، طبيعي او المفروض ان هو نشوف الفريم اللي بعده، طبيعي ان الي ديانج اول ما يقطع الكره ويبدا يزيد في الناحيه الهجوميه يلعب مع كهربا دبل باس او ان الي ديانج يحاول ان هو يزق. ديانج زق الكوره قطعت منه مره، نكمل الفريم واحنا بنتكلم مفيش مشاكل، يعني نكمل الفريمات. هنا اتقطعت منه، دي الكوره اللي اتلعبت بالعرض اللي كان فيها شك كبير بضربه الجزاء، دي كوره كان المفروض النادي الاهلي يستغلها، بس المميز فيها ان الضغط العالي بتاع النادي الاهلي هو اللي خلى لاعبي اتحاد العاصمه. نفس الكوره الثانيه برده هنا الضغط عالي من امام عاشور ومن كهربا على لاعبي اتحاد العاصمه. نشوف بقى نكمل الفريم واحنا بنتكلم، الكوره ترجع لحارس مرمى، كل نادي الاهلي بيزق لقدام وفي مشكله في موضوع زق لقدام ده بقى اكلمك عليها شيما. الكره اتلعبت عاليه، الضغط على طول من رضا سليم، اتقطعت الكره للنادي الاهلي. وعاوز اوريكي برده التحول بتاع النادي الاهلي، هنا كهربا لعبها لامام عاشور، نشوف بقى الفريم اللي بعده ونقف عنده. هنا بقى اقف، لو امام عاشور لجزء من الثانيه بس فتح عينه، فتح زاوية التمرير الناحية التانية، نشوف الفريم اللي بعده هتلاقي ان حسين الشحات ببساطة شديدة كان ممكن يروح يجيب انفراد، ولكن هو لعب الكرة الكهرباء متطرفة قوي. نكمل برضو الفريم واحنا بنتكلم، هتلاقي ان الكرة اتطرفت ناحية كهرباء بعد جدا عن الجون ووضع الجسماني بتاعه ما كانش مظبوط، فبالتالي الكرة اتلعبت وحصل عليها بلوك من النادي الاهلي. في حالة ثالثة، كل دول يا شيما حصلوا بالدقيقة 24 دقيقة 25 و50 ثانية ودي اخر واحدة في دقيقة 26، ثلاث كور كانوا مهمين جدا النادي الاهلي كان ممكن يفرق معاه في الشوط الاولاني. هنا برضو نفس الكلام، كهرباء بيضغط، لعبت النادي الاهلي زي ما انت بتشاف اليو ديانج امزق على طول لعيب رقم 18 اللي كان مميز جدا امبارح بس مش متذكر اسمه في اتحاد العاصمه. النادي الاهلي برده بيضغط تاني، الكوره بترجع للجون، الراجل هيشتت بسبب ضغط لعيب النادي الاهلي اللي مش خلينه ان هم النادي اتحاد العاصمه يقدر يحضر من تحت، عشان كده لجأوا للكوره العاليه. الراجل هيحاول يطلع على النص الملعب، بيضغط على طول النادي الاهلي فبتطلع الكوره اوت للنادي الاهلي، وبس اتصرف فيها حسين الشحات بطريقه مش افضل شيء. فبالتالي في ثلاث كور يعني معناها ان النادي الاهلي يا شيما خلاص، النادي الاهلي قوي جدا في الضغط، النادي الاهلي نفس سماته بتاعت السنه اللي فاتت لسه موجوده، ولكن تاني هقول لك التأثر البدني ببداية الموسم مخلى النادي الاهلي يبقى فيه تفاوت في ضغطه في المباراة على اوقات كتيرة جدا، يعني ممكن تلاقي 10 دقايق ربع ساعة النادي الاهلي مسيطر والنادي الاهلي مستحوذ، ولكن في نفس الوقت ساعات الريتم البدني بيقع. ومعانا حالات برضه هبقى بكلمك عنها عن المشاكل البدنية وان كان في نقص خطر للنادي الاهلي قبل الهدف، قبل ضربة الجزاء متحسب على النادي الاهلي باربع دقايق، دي كان ليها علاقة بالمشكلة البدنية بتاعة النادي الاهلي. فالاهلي امبارح قدم مباراة ما كانتش افضل شيء، ولكن الاهلي ما قدمش مباراه بالسوء اللي الناس كانت شايفاها او بالسوء اللي الناس كانت بتتكلم عليها. الاهلي ما كسبش، الاهلي ما خدش البطوله، ولكن
لازم نحط في اعتبارات كتيره جدا ان دي اول مباراه في الموسم بعد راحه سلبيه، وفي نفس الوقت لعيبه النادي الاهلي كانت مشدوده، مارسيل كولر كان متعصب، بقالنا كتير قوي ما شفناش مارسيل كولر متعصب بالطريقه دي، فدي كلها عوامل خلت الشكل يطلع كده. النادي الاهلي ما كانش كويس، بس في نفس الوقت هو ما كانش وحش قوي. في حالات برضه هنتكلم عليها تانية، بس شوف انت عاوز اسالك اتفضلي. طيب قول لي الاخطاء اللي وقع فيها مارسيل كولر فنيا من وجهه نظرك. طيب شوف يا شيماء، احنا بنتكلم امبارح برغم الاستحواذ الكبير جدا للنادي الاهلي في المباراه، ولكن الخطوره كانت دايما شبه بعض. يعني كنا بنشوف اتحاد العاصمه برغم ان هو ما كانش ماسك كوره وما كانش معاه الاستحواذ بشكل كبير زي النادي الاهلي، ولكن اتحاد العاصمه قدر ان هو يروح على النادي الاهلي بكذا كوره في الشوط الاولاني، واثنين منهم كان ضربتين ثابتين كانوا خطيرين جدا، وفي انفرادين محمد عبد المنعم اللاعب اللي يوم ورا يوم بيثبت ان هو مش في حته تانية، ده في حته 10 خالص عن اي مساك في مصر بفارق كبير جدا. ما اعتقدش ان انا شفت كواليتي مدافع مصري بعد ابراهيم سعيد بالقوه اللي موجوده في محمد عبد المنعم. فبالتالي النادي الاهلي، ارجع لك تاني القصه اللي بتكلم عليها، فاتحاد العاصمه كان بيلعب على اخطاء النادي الاهلي. كان في مشكله كبيره عند النادي الاهلي في الضغط، ان دايما النادي الاهلي لما المفروض ان كل فريق بيجي يلعب ضغط عالي المفروض الخطوط بتبقى متقاربه شيء، يعني لما اللعيبه كلها تضغط في التلت الاخير الدفاعي بتاع اتحاد العاصمه المفروض كل الفريق يزق لحد نص الملعب، والاثنين سنتر باك اذا كان رامي ربيعه او محمد عبد المنعم المفروض يكونوا زقين لحد نص الملعب، لان انت الطريقه دي فيها ريسك. تاني حاجة ان انت اول ما الكرة تقطع منك لازم تحصل عليها، لان انت بتلعب بريسك كبير ان انت سايب نص الملعب فاضي. فلو خطوطك بقت متباعدة فانت بالتالي هتخلق انصاف مساحات ما بين الخطوط، فبالتالي خروج بالكرة او لعب الكرة العالية من الفريق اللي بيلعب النادي الاهلي هيبقى اسهل عليه، ودي كانت المشكلة بتواجه النادي الاهلي. زائد حاجة تالتة، قوة الضغط بتاعت النادي الاهلي واللي طالب بيه كولر في الشوط الاولاني عملت مشكلة يا شيمة في الارتداد الدفاعي اللي كان بطيء نوعا ما لعدم وجود لاعبي خط وسط النادي الاهلي في نص الملعب. معانا شوية حالات اوريكي اخطر كور جت على النادي الاهلي ازاي كان فيها خطورة بسبب البطء الارتداد الدفاعي من النادي الاهلي. عاوز حالات الضغط، الحالات المشاكل الدفاعية للنادي الاهلي. فزي ما بقول لك يا شيمة دايما كان دايما النادي الاهلي، ممكن تعرضوا لنا الصور لو سمحتوا؟ كان في دايما يا شيمة النادي الاهلي دايما بيلعب بثلاث لعيبه في نص الملعب، دايما بيبقى في واحد واقف بيأمن عامل سكريننج بيشوف القصه. اه لا دي المشاكل البدنيه، ماشي خلينا هنا الاول. طيب انا كنت بكلمك يا شيمة ليه النادي الاهلي الشوط الاولاني كان في نقوص خطر محدش خد باله منه، كان ده في الدقيقه 27. اللقطه دي كانت في الدقيقه 27، امام عاشور هنا بيحاول ياخد نفس ومش قادر. شوف الفريم اللي بعده، بصي برده محمود كهربا في نفس الدقيقه 27 الكره دي كانت في كورنر، هو برده بياخد نفسه. الصوره اللي بعدها كهربا موطي، فده واضح ان في تاثر بشكل كبير بدني للنادي الاهلي. ولكن القصه كلها كانت بالنسبه، تفتكر اسبابه ايه؟ اول حاجه بدايه الموسم يا شيمة حاجه مش سهل ان انت تجيب الفورمه وتجيب النفس بتاعك في اول الاهلي. هل الاهلي ما عملش وديات كافيه؟ مش قصه وديات كافيه بس، كده كده كل الفرق حتى فرق مانشستر سيتي وليفربول والفرق اللي بتبدا اول الدوري ما بيبقوش بيلعبوا بالريتم السريع في اول الدوري، لان انت لسه ما جبتش النفس بتاعك. بس في لقطه هوريها لك ان ده كان نقص خطر المشكله النادله. لا دي الحالات الدفاعيه، لو نكمل الحالات الثانيه بتاعت اللي كانت بعد امام عاشور ومحمود كهربا، بما ان احنا بقى فتحنا الفولدر ده معلش. في الشوط الاولاني قبل الهدف ما يجي باربع دقائق بالظبط كان في هجمه خطره للنادي الاهلي على مرمى اتحاد العاصمه. الكوره اول ما اتقطعت كان في بطء كبير جدا في ارتداد علي معلول، وعلي معلول عقبال ما خد النفس بتاعه وعقبال ما بدا يرتد كانت لعيبه اتحاد العاصمه وصلوا الناحيه الثانيه. ده كان قبل الفاول باربع دقائق. بعد هنا دي اللي انا بكلمك عليها يا شيماء، دي الكره دي كانت من احدى هجمات الخطره جدا للنادي الاهلي. هنا علي معلول هيلعب الكره لرضا سليم، نكمل بقى الفريم واحنا بنتكلم، واحنا بنتكلم فريمات تكمل بقى. هنا رضا سليم شاط الكره اتصدت، الكره رجعت لحسين الشحات. اول ما حسين الشحات خدها ضغط عليه من لاعبي اتحاد العاصمه، اتقطعوا منه لاعبي الاتحاد العاصمه. عاوز اوريكي بقى حاجه، عاوز اوريكي علي معلول اول ما الكره اتقطعت هنا بقى اقف لحظه، هنا علي معلول بيحاول ياخد الكره من الراجل بتاع اتحاد العاصمه. نشوف الفريم اللي بعده، الراجل زق من علي معلول. علي معلول هنا لو تبص عليه هو واقف بيبص على حسين الشحات، واقف بيبص على امام عاشور، فتح ايده وساب الراجل يجري. نكمل الكره اللي بعدها، بص المسافه هتكبر ازاي ما بين امام عاشور ما بين علي معلول وما بين الراجل اللي بيجري. شوف بقى الفريم اللي بعده، هتلاقي المسافه كبرت خالص، وكل ده
علي معلول لسه ما ضغطش جامد على الراجل، فواضح ان كان في انهاك بدني كبير. وما ننساش ان علي معلول جه من 48 ساعه فقط من مباراه مصر وتونس، وكان بيلعبها في القاهره بعد كده سافر على السعوديه. بص بقى هنا، اول ما بص علي معلول مش باين عليه ان هو بيجري، علي معلول ده الراجل اللي ورا اللي معاه الكوره بتاع اتحاد العاصمه، مش باين عليه الاجريشن او الاجريسيف او الاكسبلوسيف ران او ان هو عاوز يجري سبرنت. اول ما الكوره اتلعبت في ظهر علي معلول هنا، بص زي كل ده لسه علي معلول، بص الفارق بقى كبير ازاي. اول ما الكره اتلعبت، نكمل الفريم واحنا بنتكلم، الكره اتلعبت هنا بقى علي معلول بدا يجري مع الراجل لغايه لما الراجل زق، نكمل بقى لغايه لما محمد عبد المنعم قدر يحصل على الكره. الكره دي يا شيما وضحت لك ان في مشكله عند علي معلول، ان هو المفروض يرتد وياخد الكره في الخط بتاعه وفي الاتجاه بتاعه وما عملش كده. طب نيجي بقى نشوف الكره اللي بعدها اللي اتحسبت فاول. هنا بقى صح، في حاجه عاوز اكلمك عليها. هنا النادي الاهلي قطع الكره، بص بقى علي معلول معاه الكوره اهو الراجل. معلش نرجع لحظه واحده بس، الراجل اللي رفع ايده بتاع اتحاد العاصمه هو كان عاوز فاول من محمد عبد المنعم، علي معلول خد الكوره دي تثبت لك ان علي معلول كان عنده مش تعبان او مش قادر ياخد نفسه ساعتها. علي معلول كان المفروض يزق لان مفيش مساحه قدامه، الراجل مديله ظهره والراجل ممكن يروح بمنتهى السهوله. علي معلول عمل حاجه غريبه جدا، نكمل الفريم اللي بعده، علي معلول قام وقف قام رجع تاني لمحمد عبد المنعم، اما محمد عبد المنعم واخد الكوره وهيبدا يطلع على اليو ديانج. عاوز اوريكي بقى، بصي اول ما اليو ديانج هيستلم الكوره، بصي المسافه اللي هناك عند علي معلول فاضيه وكبيره، المفروض ممكن يجري، المفروض يزق، المفروض النادي الاهلي يعمل تحول، ولكن علي معلول ما عملش كده رغم ان هو كان عنده مساحه كبيره جدا. نشوف بقى اللقطه اللي بعدها، وهي لقطه ضربه الجزاء اللي ممكن يكون بسببها كل اللي احنا بنتكلم فيه ده. هنا كان الكوره كانت اوت لاتحاد العاصمه، الكوره اتلعبت. عاوز اوريكي ضغط علي معلول على الراجل بتاع اتحاد العاصمه، وان هو ما قفلش زاويه التمرير ولا زاويه الترقيص زي ما بنقول. نكمل الفريم اللي بعده، هنا الراجل خد علي معلول لف بعلي معلول بمنتهى السهوله، نكمل كمان الفريم اللي بعده، وقام الراجل خد بصي علي معلول، علي معلول هو اللي بيحاول يزق مع النادي مع الراجل بتاع اتحاد العاصمه. نشوف الفريم اللي بعده، هنلاقي ان الراجل بتاع اتحاد العاصمه وقف ولم علي معلول بمنتهى السهوله، فاضطر بالتالي ان هو يخش منطقه الجزاء. اول بص علي معلول فين؟ يعني هو مديله ظهره رقصه بكل سهوله، فده واضح ان في تاثر بدني كبير لعلي معلول. اول ما الراجل دخل جوه ال 18 هتشوفي ان مروان عطيه طبعا عشان داخل متاخر، لسه مروان عطيه مش فت، ومروان عطيه مش في افضل مستوياته، وبيحصل ضربه الجزاء على النادي الاهلي. فده يا شيما ان دل على شيء، بيدل على حاجه واحده بس، ان كان في تفاوت في اوقات المباراه ما بين الشغل البدني اللي موجود او المجهود البدني الحالي للنادي الاهلي وما بين افكار مارسيل كولر. لما المجهود البدني ده يوصل للكمال بتاعه والمية في المية بتاعته، فالنادي الاهلي هيرجع تاني اجريسيف، هيرجع تاني عنيف، هيرجع تاني شرس جدا جدا في استرجاع الكره وفي الضغط بتاعه، وده اللي هيفرق مع النادي الاهلي مش دلوقتي، مع بدايه الموسم لما يبدا النفس يجي، ان زي ما قلت لك دي اول مره النادي الاهلي ياخد فتره راحه سلبيه كتير جدا. صحيح.